فخرج عنا ما نحن فيه. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم اسمعنا ما يسر نفوسنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح بالنا وأحوالنا، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، عجزنا ظاهر بين يديك، أيقنا ألا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فعاملنا بالإحسان يا رب إذ الفضل منك وإليك. ربنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك فنكون من الهالكين، وثبتنا على الدين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا رب احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهدنا سبل السلام، ارزقنا حسن الختام، أبلغ حبيبك وآل بيته منا السلام، حققنا بمعية في اليقظة والمنام، اجمعنا قريبا في بلدك الحرام وفي روضة سيد الأنام، وارزقنا الحج هذا العام وكل عام يا ملك يا علام بجاه المصطفى خير الأنام. اجعل صلاتنا على سيدنا محمد شفيعة لنا يوم العرض عليك، اجعلها ضياء ونورا وفرحا وسرورا على قبور أمواتنا وأموات المسلمين، اجعلها لنا نورا في قبورنا، اجعلها لنا شرحا لصدورنا.